حياكم الله وبياكم. هذا أوتلت رومانس قرب مدينة ليون الفرنسية، وهذا الأحداثي وننزل معاك بناخذ نظرة. هذا الأوتلت، أوتلت جميل، مدام إنك في فرنسا فاطمن كل شيء جميل وحلو. هاي المواقف في حوش، إلا في الحوش المواقف. من متحف اللافندر لين هالمكان ساعتين بالضبط. نواصل تصويرنا. طبعا اللي يبغيه من ليون، هو قريب من ليون الفرنسية، وإذا طبعا ما أنصحكم تجونه من جنيف، لكن اللي بيجي من جنيف يبغي له تقريبا ساعتين وثلث، ساعتين وربع. أنا من محبين تصوير الأوتلتات والشلالات. بعض الناس يستغربون هذا شو يصور. نواصل التصوير. أواني منزلية. أحلى 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 مساء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هالأوتلت الجميل، أوتلت رومانس، اللي قريب من مدينة ليون الفرنسية في وسط فرنسا. جول معكم. هذه الشيرة اللي تنبت في السنة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع خلاص، وتأقى وراقها. حد يبغي وردة؟ هذا الأوتلت الحلو، ماركوز أفينيو.